مساء الفرحة الأسطورية على كل الجماهير الأهلوية وكمان كل الجماهير المصرية اللي بيتابعونا النهاردة في حلقة استثنائية في برنامج عاش الشباب. في البداية أحب أرحب بشباب الأكاديمية المصرية للإعلام والتنمية. صباح الخير يا محمد، ازيك يا شاذة؟ ازيك يا مساء، انت عامله ايه؟ ازيك يا مساء، منورك. ايه الحمد لله تمام. فرحتنا النهارده فرحه استثنائيه وفرحه اسطوريه، لان الاول مره في تاريخ البطولة دوري أبطال أفريقيا بيوصل فريقين من بلد واحدة، وطبعا هم الأهلي والزمالك. لينا الشرف أن هم يكونوا فريقين من مصر، وكمان لينا الشرف أن مصر تكون أول دولة أفريقية بتشهد هذا النهائي اللي كان ليه طبع خاص جدا. بالظبط يا بسنت، لقاء كان لقاء اسطوري بمعنى الكلمه، او بشكل اخر كان بشكل كمان مشرف جدا. واللي اهم من ده كله يا جماعه الروح الرياضيه اللي كانت ظاهره على الفريقين، والشكل الحضاري اللي ظهرنا بيه قدام العالم كله واللي شرفنا بيه العالم كله. علشان كده النهارده هنتكلم عن تحليل مهم جدا عن مباراه الاهلي والزمالك، وهيكون معانا المحلل الرياضي الكابتن عماد عوض الله، هيكلمنا اكتر تحليل فني مهم جدا عن المباراه وفوز الاهلي على الزمالك 2-1، وجمهوره هنبارك لجمهوره ومجلس ادارته، وكمان انجاز اخر يحسب للكابتن محمود الخطيب وهو حصول على البطوله كلاعب ونائب رئيس ورئيس مجلس اداره. يعني وهنروح بقى، خلينا نروح بقى لموضوع مهم اخر، هو موضوع يعني عن الصحه كده شويه وعن العدسات والعيون، واللي هتكلمنا عنه اكتر زميلتي ندى. اتفضلي يا ندى. طبعا وبنقول هارد لك لنادي الزمالك، وبما اننا كلنا النهارده مذيعين اهلاويين فببارك لنادي الزمالك نادي القلب. لكن بقى خلوني انتقل لفقره ثانيه خالص، وهي فقره طبيه. كلنا عندنا مشاكل في العين، كلنا بتواجهنا حاجات كتير جدا في العين، ولكن بقى الحاجات النهارده اللي هنتكلم عنها بتخص اكتر البنات، وهي زرع قرنيه زرع لون العين. فزرع لون العين ده حاجة جديدة نسبيا ومحدش يعرف عنها حاجة، ولكن بقى اللي مش جديد هي العدسات اللاصقة. العدسات اللاصقة بقت بتأثر علينا جدا وبشكل يومي. البنات بقت الصبح تحط لون، بالليل تحط لون تاني، وده بيأثر علينا جدا. ولكن في مقولة بتقول إذا عظمت المرأة جمال أعين جمال أسنانها ضحكت بعيونها. بالظبط كده يا ندى، عشان كده النهارده معانا الدكتور شريف ناشد اللي منورنا النهارده، اخصائي طب وجراحه العيون ورئيس قسم الرمد في مستشفى المقطم، اللي هيكلمنا اكتر عن العيون وجراحات العين، وهيكلمنا اكتر في الموضوع ده وبشكل مفصل. انا متحمسه جدا جدا لحلقه النهارده بنفس حماس المصريين في مباراه الاهلي والزمالك. طبعا كلنا متحمسين، وان شاء الله تكون حلقه مميزه. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله، وتكون فقره حلوه وفقره قويه ان شاء الله باذن الله. ما تنسوش تتواصلوا معانا على صفحه الفيسبوك بيج بتاعتنا برنامج الشباب، وكمان على الأرقام اللي هتظهر أمام حضراتكم على الشاشة. قبل الفاصل أحب أتوجه بالشكر للأستاذ الإعلامي الكبير أحمد دياب، مذيع برنامج مصر الأصل ورئيس الأكاديمية المصرية للإعلام والتنمية، على دعمه لينا وتدريبه لينا، وإن هو أتاح لنا الفرصة إن احنا نظهر أمام حضراتكم على الشاشة. كلنا بنشكر حضرتك يا مستر. بنشكره جدا. التقدير. بعد الفاصل فقرة مهمة جدا مع زميلي ندى وشذا عن صحة العيون، والدكتور شريف ناشد أخصائي طب وجراحة العيون. استنونا بعد الفاصل. عاش الشباب اللي بيحمي بروحه بلده. كل أكلة وليها أصلها، ومطعم أبو حسين السوري أصل الأكلات السورية والحلبية، وبيراعي أعلى معايير السلامة الغذائية. محمد مسعد من اليمن، أول مرة أجي على المطعم ما شاء الله عجبني. الطعام هنا كويس خالص. وسلام بقى على شاورماته وسندوتشاته ووجباته ومشوياته ولا سلطاته وتكاته وحركاته. مطعم أبو حسين السوري، توابل وخلطة مية مية. سر التتبيله والخلطه يعني النظافه والاهتمام بالزباين، وبالاول وبالاخر الاكل هو نفس. يا سلام على طعم التبوله والتوميه. مطعم ابو حسين الاكل حكايه. اي حد يجي مصر يزور ابو حسين السوري شارع سليمان جوهر الدقي. مطعم ابو حسين الاكل حكايه. مطعم ابو حسين السوري طعم وحكايه. كل أكلة وليها أصلها، ومطعم أبو حسين السوري أصل الأكلات السورية والحلبية، وبيراعي أعلى معايير السلامة الغذائية. محمد مسعد من اليمن، أول مرة أجي على المطعم ما شاء الله عجبني. الطعام هنا كويس خالص.
التعامل هنا كويس خالص. سلام بقى على شاورماته وسندوتشاته ووجباته ومشوياته ولا سلطاته وتكاته حركاته. مطعم أبو حسين السوري، توابل وخلطة مية مية. سر التتبيلة والخلطة يعني النظافة والاهتمام بالزباين، وبالأول وبالآخر الأكل هو نفس. سلام على طعم التبولة والتومية. مطعم أبو حسين الأكل حكاية. أي حد جاء مصر يزور أبو الحسين السوري شارع سليمان جوحر الدقي. مطعم أبو حسين الأكل حكاية. كل أكلة وليها أصلها، ومطعم أبو حسين السوري أصل الأكلات السورية والحلبية، وبيراعي أعلى معايير السلامة الغذائية. محمد مسعد من اليمن، أول مرة أجي على المطعم ما شاء الله عجبني. التعامل هنا كويس خالص. سلام بقى على شاورماته وسندوتشاته ووجباته ومشوياته ولا سلطاته وتكاته حركاته. مطعم أبو حسين السوري، توابل وخلطة مية مية. سر التتبيلة والخلطة يعني النظافة والاهتمام بالزباين، وبالأول وبالآخر الأكل هو نفس. سلام على طعم التبولة والتومية. مطعم أبو حسين الأكل حكاية. أي حد جاء مصر يزور أبو حسين السوري شارع سليمان جوحر الدقي. مطعم أبو حسين الأكل حكاية. مطعم أبو حسين السوري، طعم وحكاية. ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا في كل مكان وفي كل بيت. النهارده منورنا في الاستوديو دكتور شريف ناشد، اخصائي طب وجراحه العيون ورئيس قسم الرمد بمستشفى المقطم. هيكلمنا النهارده عن حاجات كتير جدا. زمان اجدادنا قالوا ان العين عليها حارس. المصريين معروفين دايما ان هم بيمشوا ورا الوصفات البلديه، لكن الا العين دايما لو فيها الم بسيط، لو فيها اي احمرار بسيط، لازم بلجأ لدكتور، لازم اروح لدكتور علشان اقدر ان انا اطمن على نفسي واطمن على عيني، ما اقدرش ان انا استهون بالامر. النهارده منورنا الدكتور شريف ناشد. اهلا بيك يا دكتور. وهنتكلم النهارده بشكل مفصل اكتر عن الميه البيضاء، الميه البيضاء ومدى خطورتها على العين، وكمان الميه الزرقاء اللي مش منتشره ومحدش يعرف عنها حاجه، ودكتور شريف ناشد هيكلمنا اكتر عنها. اهلا بيك يا دكتور. اهلا. دكتور، عايزين نعرف من حضرتك اهم الامراض المنتشره في العين بشكل عام. في امراض زي الميه البيضاء دي مشهوره جدا، دي كل يوم بنشوفها. الميه الزرقاء بتبقى متواجده عند بعض الناس بس بحاجات متفاوته جدا. وفي امراض الشبكيه على راسهم السكر اللي هو بيأذي الشبكيه، ده بيبقى كتير جدا في 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 شيء مؤذي جدا. يا دكتور بشوفه كتير يوميا. تمام يا دكتور. حابين نسال حضرتك ايه هي الامراض الخاصه بالشبكيه وجراحات الشبكيه؟ تمام. هو في الامراض اللي هي منتشره في الشبكيه عندنا الانفصال الشبكي، وعندنا تاثير السكر في الشبكيه ده عنيف جدا. وفي امراض انتشرت مؤخرا كتير، يعني بقى بزياده، كلنا بنشوفها قبل كده بس بقى بزياده دلوقتي، اللي هي انسداد الوريد الاساسي اللي في العين او يعني جزئي في العين. دي امراض منتشره جدا في الشبكيه خاصه، يعني تبقى محتاجه علاج واهتمام جدا. طب سمعنا يا دكتور كمان عن الميه البيضاء، وعايزين نعرف ايه الاضرار الناتجه عنها وايه انواع العدسات اللي حضرتك بتستخدمها في الجراحه. المياه البيضاء في منها انواع كتيره جدا، يعني في نوع اللي هو بتاع تبع الاطفال، ده بيبقى اتولد بيه وده لازم نعالجه بسرعه، يعني ما استناش اسبوع او حاجه يكون متعالج بسرعه. طب لو ما عالجناش يا دكتور؟ لا، هيحصل عمى كامل للعين، الطفل مش هي يعني هيفقد البصر بتاعه، فده لازم بسرعه. العمات العاديه بعد كده اللي هي بتاعت المياه البيضاء بعد كده دي بتبقى الحقيقه بتبقى في سن كبير معظمها، على سن ما بين 50 فيما فوق، ودي بتبقى مهمه جدا ان احنا نعالج العين. في دلوقتي عدسات كتيره جدا، احنا بنشيل ميه بيضاء اللي هي عباره عن عتامه للعين بتاعت العدسه بتاعت العين، فاحنا لازم نشيلها وبنزرع عدسه صناعي مطرح. العدسات تطورت جدا الفتره اللي فاتت ديت، بقى في تطورات عاليه جدا، بقت في دلوقتي عدسات ثلاثيه الابعاد او يعني ثلاثي البؤر. دي بتفيد الشخص ان هو يشوف البعيد والقريب، مسافه الكمبيوتر والمسافه القريبه. في عدسات دلوقتي نزلت جديد برضه اللي هو يشوف الكمبيوتر والبعيد، بس يمكن يحتاج نظاره للقرايه.
يعني مش محتاج ان هو يبص كده في الموبايل او الحاجه كده من قريب، لازم النضاره بقى دلوقتي عادي. اه عادي، بس هي لازم مواصفات معينه، يعني مش كل حد يعني نقدر نعمل له الكلام ده. تختلف طبعا من شخص للتاني. اه من سن للتاني، يعني حتى لو سنه كبير ممكن ان هو طبعا ما يستجبش للعلاج اكتر. المهم يكون القرنيه ما فيهاش اي مشاكل، تمام، ما يكونش عنده استجماتيزم عالي عشان نقدر ان احنا يعني هو نعالج الموضوع. يستفيد بالعدسه ديت، هتحفظه كتير جدا جدا جدا. احنا طبعا مرض المياه البيضاء دايما زي ما حضرتك عارف يعني الى حد ما معروف، لكن عندنا مرض المياه الزرقاء مش معروف ومش منتشر، ازاي ان احنا نقدر نكتشفه وازاي ايه هي ممكن طرق الوقايه ليه او طرق العلاج ليه؟ هي المياه الزرقاء الحقيقه بتبقى مشاكلها كتيره جدا. المياه الزرقاء عباره عن ارتفاع في ضغط العين وده بيأثر على على العصب البصري بتاع 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 العين، فده مركز الشوف كله والعصب البصري هو ده المهم. يعني المياه البيضاء اهميتها مش زي المياه الزرقاء، المياه الزرقاء اخطر اخطر. المياه الزرقاء في منها نوع الاطفال بتولد بيها ودي تبقى مشكله جامده جدا، ان الطفل ممكن يبقى عنده مياه زرقاء، الام تلاقي ان العين بتاعته بتكبر والسواد بتاع العين بيكبر جامد جدا، بس هي مش فاهمه، هي فاكره ان هو ده طبيعي او حاجه او ارهاق شويه او كده. بس ده حقيقه الامر، ده مياه زرقاء في الطفل، فده لازم يتعالج بسرعه ان العصب ممكن يروح. مثلا الاعراض بتاعته ان انا لو شفتها مثلا على ابني او شفتها لازم اتوجه للدكتور على طول وما استناش. هي بتلاقي ان السواد بتاع العين مقارنه يعني بالبياض بيبقى كتير قوي، يعني تمام. يعني نسبه البياض قليله جدا، تلاقي عين واسعه كده وكبيره، تقول ده عين يعني ابني كبيره واسعه. حقيقه الامر هي مش كويسه، هي دي فيها ما زرقاء. تمام. طب هننتقل بقى يا دكتور لشيء جديد نسبان وهو زراعه لون العين. دي قصة تانية خالص الحقيقة، بتبقى هي انتشرت في أمريكا كتير قوي وانتشرت في أماكن تانية وفي مصر هنا بتتعمل، بس الحقيقة يعني العملية نفسها ما بتاخدش أكتر من 5 دقايق 10 دقايق كعملية. يعني البنات بقى دلوقتي مهووسة بتغيير لون العين، الصبح بلون ومش عارفة ايه بلون طبعًا. فدلوقتي بقى هيبقى الموضوع أسهل ليهم بكتير. طبعا دلوقتي هي طبعا يعني كعملية إجراء ما بتاخدش أكتر من 10 دقايق يعني لكل عين بكتيره، لكن اضرارها اكتر بكتير جدا من 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 يعني مجرد تغيير عينين. يعني ممكن ترفع ضغط العين جامد جدا وتؤدي الى عمى، وممكن تؤدي الى التهاب قزح شديد في اثارها الجانبيه، اثار شديده جدا يعني شديده جدا. يعني وممكن في بعض الحالات بيحصل لها عتامه في القرنيه من بره بتفقد البصر فيها، يعني الحالات دي كلها ممكن تفقد البصر بسهوله جدا، يعني نسبه نجاحها قليله شويه، ما فضلش بيها خالص. وهي اتعملت فعلا في مصر؟ اتعملت في بعض الحاجات. طيب العدسات اللاصقة سواء التجميلية أو النظر، أحتاج استشارة طبيب إن أنا أركب لينسز؟ إحنا كبنات بنروح نشتري اللينسز بس من الصيدلية بدون أي استشارة طبيب حتى أي حاجة، وفي كمان بيشتروها من محلات رديئة جدا وأسعارها بتكون رخيصة جدا. يعني مثلا ليه أجيب عدسة واحدة مثلا ب 300 جنيه و 300 جنيه دي ممكن أجيب بيها 4 ألوان من نوع تاني؟ هو لازم يكون المصدر بتاع العدسات ده مصدر طبي، تمام. سواء منشأة طبية زي المراكز المتخصصة العيون أو الدكاترة اللي هم عندهم عيادات معروفة، لكن أي جهة تانية مش المفروض إن هي يبقى عندها الأسرة إن هي تبيع العدسات اللاصقة دي، إن هي دي حاجة خاصة بالعين. فاللي بيحصل إن إحنا بنشوف مشاكل كتير جدا من العدسات دي، بس هي عامة في يعني في بعض المحاذير المهمة جدا خاصة بالعدسات اللاصقة. يعني المفروض البنت ما أو يعني اللي هيلبس عدسات اللاصقة ما يستعملهاش هو نايم، يعني ما يلمسوش هو نايم، يعني تمام. يعني لازم يقلعها اي وقت فيه يعني احمرار للعين لازم فورا تشيلها. طب معنا مداخله تليفونيه، ام ملك من بورسعيد. الو يا فندم. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازاي حضرتك؟ كنت بكلم الدكتور جيف، ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله. اتفضلي الدكتور مع حضرتك سامعك. ماشي حاضر. ازيك يا دكتور شريف؟ اهلا وسهلا بحضرتك. لو سمحت يا دكتور، انا كان حصل لي من 5 سنين ونص كنت حامل في بنتي وحصل مشكله بيني وبين جوزي، كان ضربني بخاتم في عيني وانا خرجت بره، حصل فيها ضمور وكسور وكان ضربني برده بكوبايه ازاز. فالوقت عيني دي بتنزل ميه جامده جدا وميه سخنه زي النار، فبعد الوجع ده بينزلجني صداع على عينيا وما بشوفش. كل ده ما لجئتيش لدكتور او ما خدتيش استشاره الطبيب؟ بالظبط، يعني انا لازم كنت متابعه في مستشفى الرمد هنا في بورسعيد. من ساعة التأمين الصحي ده منظومة فاشلة، مش عارفة أتابع عشان إمكانياتي ما تسمحش إن أنا أتعالج بره وكده. فالمية بتنزل عليا دي، البت بنتي ما لحقتنيش بالمية أغسل وشي، ببص وأحطها على لساني
دخلني كأن مية نار وما اشوفش حاجة بقى قدامه وضاع جدا وما نشوف حاجة. ما كانش كده بقى الحق نفسي بالنوم. طب شكرا لحضرتك يا ام ملك واستني. صعب جدا يا دكتور. استني رد الدكتور. الحقيقه يعني الاصابات اللي في العين بتبقى مشكلتها جامده جدا، خصوصا في الاصابات اللي هي بتبقى شديده زي كده تؤدي الى فقدان البصر. فساعات بيحصل بعض الحالات ان هو بيحصل لها ارتفاع في ضغط العين نتيجه الالتهابات الشديده والالتصاقات اللي حصلت جوه العين نتيجه الاصابه، او ممكن يكون ضمرت وعملت التهابات حواليها فالعين مش مستريحه، يعني محتاجه علاج نهادي، يعني نتاكد ان ضغط العين مش عالي، نهدي شويه ضغط العين. لو هي ضمرت بيحتاج ان هي تحتاج ان احنا لو في التهابات حواليها لازم نعالجها بقطرات او حاجات زي كده. لازم تلجأ لطبيب فورا. لازم نشوف الدنيا ماشيه ازاي. لطبيب فورا يا ام ملك. طب يا دكتور بالنسبه لعمليات الليزك تختلف نسبه نجاحها من شخص للتاني؟ العمليات الليزك ليها بروتوكول محدد معروف، يعني لازم يبقى في عنصر امان عالي جدا كعمليات عامه، هي عنصر امان بتاعها اعلى من اي عمليه تانية خاصه بالعين. لكن في لازم بعض المفاهيم مهمه جدا يكون يعني العيان اللي هو هيقدم على العمليه دي يكون عارفها. اولا يكون سنه عدى 18 سنه. لازم عمليه الليزك. بس بيقولوا يا دكتور لازم من 21 او 20 18 سنه ده بداية الكلام، بس يكون كمان معاها يكون النظر ثابت لمده سنه، يعني مثلا ما يبقاش هنعمله المقاس النهارده وبعد 6 شهور الاقي في تغيير تاني في المقاس يبقى كده هعمله على انه مقاس. طب يعني هو لو التغيير فعلا، لو في ناس فعلا مقاسات عينيها بتتغير ملهاش علاقه بالسن دي كده ما تقدرش تعمل عمليه الليزك؟ لا ما لا ما لا ما نصحش، يبقى لسه في تغيير في العين ما اقدرش اعتمد عليه. وفي فحوصات لازم بتتاخد علشان بنعمل تصوير للقرنيه، ده لازم مهم جدا. التصوير ده بيديني خلفيه عن القرنيه ماشيه ازاي، بيبقى الحته القداميه بتاعت القرنيه والحته الخلفيه بتاعت القرنيه، عشان في مرض مشهور جدا اسمه القرنيه المخروطيه ممكن تكون موجوده او ممكن تكون متظاهره في العين بس الاشعه تبينها، ساعتها ده ما ينفعش ان هو يعمل الليزك خالص، بيلجا لطرق تانية للعلاج. زي ايه مثلا يا دكتور؟ على حسب، لو هي قرنيه مخروطيه يبقى ساعتها هيعمل حاجه اسمها اما تثبيت بماده مثبته للقرنيه بحيث ان هي ما تكبرش او يعني تتحول الى قرنيه مخروطيه جديده جدا، او الحاجه الثانيه بنعمل حاجه اسمها زرع حلقات في القرنيه، دي على حسب التصوير اللي بيطلع له وحسب الحاله المتقدمه مناسبه قد ايه. بنسبه نجاح عاليه يا دكتور ولا لا بالنسبه للقرنيه المخروطيه؟ لو هي اتلحقت من اولها بنثبت الحاله على ما هو عليه، ما تقدمش اكتر من كده، وساعتها ممكن نشوف الدنيا ماشيه ازاي. الحالات برضه اللي ما ينفعش فيها الليزك خالص هي الناس اللي عندها امراض مناعه تؤدي الى زي الروماتويد او الحاجات زي كده، ما ينفعش ان هي عنده روماتويد يعمل ليزك في عينيه خالص، لان ده كده هنحط يعني دي مخاطر كتير، دي مخاطر كتير قوي. طيب احنا هنعرض صور دلوقتي وعايزين حضرتك تعقب عليها بعد اذن حضرتك. اوكي، دي اول صوره تقريبا هو عمل عمليه تغيير لون العين فغير اللون، ودي تقريبا اول عمليه اتعملت وكانت في فرنسا، فهو غير لون عينه من بني لعينه وهي بقت زرقاء تقريبا، هي كده تقريبا زرقاء. تمام. ازاي حصل كده؟ هو يا اما زرع دي بتبقى لون جوه العين، او حط عدسات لاصقه، هي صوره مش واضحه قوي. طب في التهاب يا دكتور حوالين العين؟ التهاب خفيف مش 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 جامد قوي، يعني احنا نقدر نقول ان العمليه كده ناجحه. ما فيش يعني شايف الدنيا الى حد ما بس هو كويسة. مش المفروض مثلا بيعمل فحوصات بعد كده علشان يعني يقدر يطمن؟ يعني انت قلت ان مسبباتها ممكن تكون العمى. طبعا هو الحمار ما بيبقاش بالكميه دي، بيبقى اكتر من كده، يعني ممكن يبقى يوصل لحمار شديد جدا، حمار جامد جدا، ممكن يبقى يعني صداع جامد جدا كمان، ده ارتفاع ضغط العين عالي جدا يؤدي الى صداع شديد، وممكن ما يبقاش شايف غير بس خيال او ممكن ضوء بس. طب ايه مثلا الاعراض اللي ممكن تقعد وتفضل موجوده بعد قد ايه من عمليه؟ يعني الاعراض الاحمرار والحاجات دي اكيد العمليه هو الاحمرار نسبي. تمام. ممكن يعني ما نقدرش احكم عليه 100%، بس الاحمرار الشديد اللي بعد العمليات ده لازم حد يهتم بيه، ممكن في التهاب جوه العين. الصوره برده ثانيه، الصوره دي تقريبا مرض الشبكيه صح كده؟ ده انفصال الشبكيه. انفصال شبكي. ده انفصال شبكي. طب ايه المشكله يا دكتور بقى بتاعت اللي بيحصل انفصال الشبكي؟ بيبقى المريض ده اتعرض لحاجه معينه، خبطه، او يبقى عنده كسر نظر شديد ادت الى ضعف في الشبكيه في حته ما، فبتبتدي تقطع، يحصل قطع في الشبكيه. بنقدر نعالجها؟ ده لازم تتعالج بسرعه جدا. يعني اتعالجت فعلا؟ وصلت للمرحله دي يعني بعد العمليه ممكن توصل فعلا للمرحله كده؟ يعني كل ما تبقى بدري كل ما يكون احسن. تمام. في ناس بتنسى عن نفسها كتير قوي وبيوصل ان احنا يعني ندخل نعملها بس نسبه نجاحها توصل 1% او حاجه.
يعني لازم نلحقها بدري. ده لازم بدري، دي من الطوارئ بتاعت العين. انا بحب اشكر حضرتك جدا في نهايه فقرتنا، استفدنا كتير جدا جدا، اخصائي طب وجراحه العيون وكمان رئيس قسم الرمد بمقطم بمستشفى المقطم. بعد الفاصل احتفالنا بالاهلي ما بيخلص. حضرتك يا دكتور اهلاوي ولا زملكاوي صحيح؟ انا ماليش في الكوره قوي بصراحه. لا لازم تشجع يا دكتور اللعبه الحلوه. هو لعبه حلوه وخلاص. طب برضو يعني احنا لسه معانا شويه وقت بصراحه، فممكن نتكلم شويه اكتر. ممكن طيب تمام. احنا عايزين نتكلم برضو عن كبار السن وضعف النظر نتيجه للتقدم في السن، اللي عندهم مشاكل في القرايه وبشكل عام بقى ان هم ما يعني بيقدروش يبصوا في الورق غير ما يكون لابسين نظاره. يعني مثلا بشكل نظارة شخصي نظر. حاجه مثلا اعرفها ان انا والدي كان نظره طول عمره نظره 6/6 شارب، مجرد ان هو بس جه 50 سنه نظره بدا يقل ولبس نظاره وما بقاش يعرف يقرا من قريب. طب يعني هل فعلا تقدم السن بيقدر ياثر على النظر؟ هو المراحل العمريه كل مرحله ليها يعني الهيئه بتاعتها. بعد سن ال40 بنفقد خاصيه مهمه جدا اللي هي القرايه، اللي هو القريب، فده بيحتاج ان الانسان يلبس نظاره قرايه. بعد سن ال40 بتفرق تقريبا كل سنتين بتتغير تقريبا. ده مش مرض، ده تطور طبيعي للعين جوه العين، مفيش اي مشكله خالص فيه. طب بالنسبه بقى يا دكتور للناس اللي بتسوق برضو بيبقى عندهم مشاكل في ان هم بيشوفوا الطريق او كده، بيبقى في مشاكل عندهم ده برضو بنفس السبب يعني؟ لا، المشاكل دي بعد السن ال40 دي القريب بس، لكن البعيد ممكن يبقى 6/6 مفيش اي مشكله فيه، لكن القريب ده محتاج نظاره قرايه فيه. تقدم السن ممكن يبقى عنده مشاكل اخرى، يعني زي ما قلنا السكر ده ممكن احد الاسباب، وده لازم يتعالج، وممكن نتكلم عن طرق علاجه، يعني العيان عارف السكر يتعالج ازاي بالظبط. طيب بعد اذن حضرتك برضو احنا حابين ان احنا نتكلم برضو وننتقل تاني للعدسات اللاصقه، لانها بتهم بنات كتير جدا جدا بصراحه. عايزين نعرف ايه ممكن تكون الاثار الجانبيه للعدسات الرخيصه. العدسات الرخيصه مجهوله الهويه او مجهوله المصدر، دي مشكلتها ان هي مش عارفين التخزين بتاعها جاي من ازاي، او النقاء بتاعها عامل ازاي، يعني ممكن تبقاش يعني متخزنه كويس، او ممكن ما يكونش مصدر يعني التعقيم بتاعها كويس. ده ممكن يؤدي الى بعض الحالات بيبقى فيها حاجه اسمها بارازايت اللي هو طفيلي في العين، ده ممكن يؤدي الى عتامه في القرنيه، يؤدي الى سحابه كبيره جدا، ممكن بعض الحالات شفناها تؤدي الى بعد كده نعمل لها حاجه اسمها ترقيه قرنيه. مشاكلها كتير برضو يا دكتور. طبعا يعني دي حاجه مهمه. حضرتك اساسا يعني البنات ممكن تغير كل يعني يوم 3-4 الوان، الصبح لون، بعد الظهر لون، بالليل لون، تغيير لون العدسه حتى لو كانت العدسه دي كويسه او من مصدر موثوق فيه زي ما حضرتك قلت، برضو هتكون برضو مؤثره للعين وعليها اثار جانبيه ان انا اغير العدسه اكتر من مره. العدسه ما فيهاش اي مشكله هي تتغير، اهم حاجه النظافه بتاعتها، يعني طب البنت تاخد بالها ان هو في المحلول بتاعها كويس قوي، بتنضفها كويس قوي على ايديها، يعني منتظمه ليها جدا، وتبقى ان هي حطاها في العدسه وفي المحلول. يعني كنت لسه بكلم حضرتك يا دكتور بقى في الموضوع ده، المحلول لازم من الصيدليه ولا من بره عادي؟ عشان في بنات كتير جدا بيجيب المحلول عادي من بره وما بتهتمش جدا بنظافتها. هو انا افضل كل حاجه تبقى من اماكن موثوق منها. في محلول خلص ممكن نفتح الميه ونزود العين، ودي حاجات انا شخصيا بعمل كده ساعات. يعني العدسه تنشف؟ لا ما تنشفش، لازم احط عليها ميه. لا الحقيقه هي المفروض لا طبعا، ان الميه دي فيها كلور اولا ممكن تبوظ الخاصيه بتاعت العدسه، ثانيا الميه دي ما تقدرش تتم ان هي نظيفه 100% اكيد، فممكن يبقى فيها ميكروب او حاجه. تمام. يعني في بعض الحالات في فرنسا ادت كان في مرض سوليمونس اكل اطراف الجفون وحاجات زي كده من كتر الميه. طب يا دكتور انا عايز بقى حضرتك سؤال شخصي شويه. عفوا، المفروض ان احنا نروح لطبيب عيون كل قد ايه؟ في مراحل عمريه، يعني الاطفال اللي هم يعني لغايه سن الشباب اللي هم 18 سنه كل 6 شهور عشان يتاكدوا النظر بتاعهم ماشي معاهم مظبوط، ده حاجه. الناس اللي هي عندها امراض مزمنه زي السكر والحاجات دي لازم تقريبا كل شهرين حسب الحاله، ان الحالات دي بتحتاج شغل جامد، ما ينفعش يستنى على نفسه. الناس اللي هي بتاعت الميه البيضاء دولت محتاجين ان احنا نبص عليهم تقريبا كل شهرين على حسب تطور الحاله، يعني فتره الكورونا اللي كنا فيها الحالات تطورت من درجه معينه للميه البيضاء في 3-4 اشهر بقت درجات عاليه شويه. بمناسبه الكورونا يا دكتور، هو انا ممكن ينقل لي فيروس كورونا عن طريق عيني؟ في حالات شفناها ريكوردد يعني في الحاجات اللي زي كده، فلازم يبقى في وقايه يعني العين عن طريق فيس شيلد
او الدكتور اللي هو هيفحص يبقى حاطط كفر قدام الجهاز بتاعه عشان ما يعني ما تنقلش ليه او لغيره. موضوع خطير جدا برضه ده. طيب احنا ممكن ازاي يعني تبش صغيره كده ازاي ممكن نقدر نحافظ على عينينا؟ نحافظ على عينينا على حسب الحاله ماشيه ازاي. يعني احنا الحاله مثلا لو هو مثلا مريض سكر، مريض سكر ده لازم يحافظ على الصحه بتاعته عامه، ومن ضمنها العين يعني لازم كشف دوري، لازم يعمل فحوصات كويس جدا، اشعه بالصبغه واشعه مقطعيه على العين ده مهم جدا. الناس اللي هي وبناء عليه يعني هو ناخد قرار هل هنعمل حقن في العين او بنعمل ليزر جوه العين، ده حاجه مهمه جدا بالنسبه لمريض السكر. الناس اللي هي المايه البيضاء لازم تتابع كل فتره وتاخد بالها من النظر بتاعها هل هو بيقل او لا. الناس اللي هي كشف دوري على طول. كشف دوري. الناس اللي هي هيفي ديوتي على الكمبيوتر والحاجات دي كلها لازم هتستعمل في الغالب قطرات الدموع الصناعي عشان نسبه الجفاف عندهم عاليه جدا، وممكن يلبسوا حاجه اسمها بلو كات، عدسات بلو كات دي نظاره طبيه. طب حضرتك بتنصحنا مثلا بقطر تنظف عينينا نقدر ان احنا نستخدمها بشكل دوري دايما؟ في قطرات كتيره في السوق اللي هي الدموع الصناعي ده، هي دي بتساعد كتير جدا على نظافه العين. تمام. وبتساعد على الترطيب بتاع العين، لان احنا دلوقتي بقينا في زمن صعب شويه، استخدامنا الدخان والتكنولوجيا عاليه جدا، الدخان كتير قوي، الاكستريم بتاع الوزر يعني الساعة شديدة او الحر شديد ممكن يؤدي لجفاف شديد في العين. حقيقة يا دكتور حلقة او حلقتين مش كفاية ان احنا بصراحة يعني مهما نتكلم مع حضرتك مش هيكفي والله يا دكتور. مش هيكفي، فان شاء الله لينا لقاء تاني باذن الله وتالت مع حضرتك هنتكلم فيه برضو بشكل مفصل وعن كل حاجة. في نهاية فقرتي بحب اشكر حضرتك دكتور شريف فايد اخصائي طب وجراحة العين. دكتور شريف ناشد عفوا اخصائي طب وجراحه العيون، نورتنا يا دكتور. بعد الفاصل احتفالنا بالاهلي ما بيخلص، وحب الاهلي في قلوبنا ما بيتقدرش. حبيب كل الحبايب الحاضر واللي غايب ملايين، لكن في حبه كلنا اهل وقرايب. بعد الفاصل معانا المحلل الرياضي عماد عوض الله مع زميلتي بسنت ومحمد شحاته، اوعوا تروحوا في اي حته وخليكم معانا.